قلتم حفظكم الله في درس سابق بأن الخوارج لا يكفرون، أرجو توضيح معنى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، عندهم ضعف إيمان، يمرقون من الدين ما معناه أنهم يكفرون، لكن يمرقون من الدين مروقا لا يخرجهم منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الصحابة ما كفروا الخوارج في وقتهم، ما كفروا الخوارج في وقتهم. لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، ما حملهم على هذا إلا خوف الكفر. نعم.